انطلاق موافق أعزائي الجمهور والحضور الكريم أوتوريو محمد ناصر الرمزاني وتوماس لوكر من الجهة الداخلية كرابتة إبراهيم سعيد المالكي وأنس السيابي محاولات من وسط الجياد الجواد هجام وتخطف الصدارة في ديني خليفة بن شعيل بن خليفة الكواري وجيبي جامبر محاولة أيضا للجواد هيدروكسايد ملك سيد خليفة بن شعيل الكواري ولوكامنتري خطوة بخطوة صدارة ثنائية وربما رباعية من الجهة الداخلية فيدي فيني ملك سيد خليفة بن شعيل الكواري بشكل جميل وقوي والفارس جيبي جامبر في الوصافة الجواد رقم 5 هيدروكسايد ولوكامنتري اتجاها إلى المنعطف الأخير 400 متر إلى خط النهاية والصدارة مع خليفة بن شعيل الكواري في ديفيني ومحاولات من هيدروكسايد كرافتت يبحث عن فجوة ومن الجهة الخارجية بلاك جرانيت وأوتوريو يحاول من الجهة الداخلية وبلاك جرانيت مربط إنجاز وهاري بنتلي الوصافة مع الجواد هيدروكسايد والترتيب الثالث للجواد هجام. ونتائج الشوط الثامن أعزائي الجمهور والحضور الكريم جاء بالمركز الأول الجواد رقم 1 بلاك جرانيت ملك السادة مربط إنجاز والفارس هاري بنتلي والمدرب جاسم الغزالي مبروك بتوقيت وقدره دقيقة و22 ثانية و51 جزء من الثانية. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 5 هيدروكسايد ملك السيد خليفة بن شعيل بن خليفة الكواري والفارس لوكامنتري وفي الترتيب الثالث الجواد رقم 8 هجام ملك السادة مربط الجريان والفارس كارلوس هنريك وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 2 أوتوريو ملك السيد محمد ناصر راشد الرمزاني النعيمي والفارس توماس لوكس وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 3 كرافتت ملك السيد إبراهيم سعيد إبراهيم المالكي والفارس أنس السيابي. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظا أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.